تفضل يا فندم. المايك فين يا فندم؟ تفضل قول لي اسم حضرتك ايه؟ كرم. بس كده زي نجات يعني. كرم شادية نجات. كرم ايه؟ كرم عناني الشرقية مصر. اهلا بيك يا كرم. اهلا بيك. قول لي بقى كنت عايز تكلم مين من الاساتذه؟ بس عشان بس اكمل كلامي للاخر عشان لا بس كلامك عن المستقبل. كلامي عن المستقبل. أوه. بس برضو عندي اسئله في الكلام اللي اتقال. لا معلش مش عايز انا اوقع الحلقه في قصه 30 يونيو 3/7 والناس يا جماعه بنتكلم عن المستقبل. تمام الحكايه دي هريناها بحث. تمام فضل. انا عندي الاول تعليق بس على السؤال ما بعد السيسي. اتفضل. السؤال ما بعد السيسي اي حد هيرد عليه رده الطبيعي. أوه. اي ما بعد السيسي حكم عسكري. ما بعد السيسي حكم عسكري؟ حكم عسكري. ما بعد السيسي حكم عسكري. هو دلوقتي ايه؟ ده الرد ايه؟ ما حكم عسكري. تمام؟ يعني انت قصدك ما بعد السيسي. السؤال يقول السؤال اصلا المفروض يكون ما بعد يعني ما بعد حكم العسكر. المفروض. انت اللي شديد السكسيده صح؟ والدكتور سيف بيتكلم انا شايفك قاعد عامل كده. بتتامل في الملكوت. قول لي بقى ايه بقى السؤال الصح ليه متفق مع كرم؟ هو السيسي ممكن يسيب ويجي بعديه برضك واحد عسكري تاني استفدنا ايه احنا؟ يعني احنا سالنا سؤال غلط. احنا السؤال غلط. السؤال هو ماذا بعد العسكر؟ ما بعد حكم العسكر كله. الحل الوحيد دلوقتي للمعارضه في مصر دلوقتي ان هم يحافظوا على نفسيهم من بطش العسكر، والمعارضه خارج مصر ان هم يأهلوا الشباب، انما ما فيش حل لثوره ولا اي حاجه. سقفوا للراجل ده بقى تأهيل الشباب دي بصراحه.